بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في دوار ويل الزان، هذا احد دوار في جامعه سيدي وعزيز اقليم سارودانت. بطبيعه الحال من الدواوير المنكوبه اللي تقص بالزلزال، يعني المنازل كلها تشقت والناس كانوا يبيتون في العراء منذ الجمعه الماضيه. اليوم حنا في يوم ليله الجمعه، يوم الخميس، هذا اليوم السابع، دخلنا لهاد التجربه ديال هاد الغرف القصبيه منقصب ويعني مغطيه بالبلاستيك الامبرميابل ومجهزه بواحد الارضيه خشبيه يعني اللي غادي تمنع اولا البروده وحتى الماء الا كان شي ماء ولا كذا. فالتجربه الحمد لله هذه المخيمه هو في طور البناء، يعني التجربه ممتازه. بدل ان الناس يباتوا في العراء فغادي يستغلوا هذه الغرف هذه وغادي يكونوا محميين من البرد ومحميين حتى من الامطار في حاله ما سقوط المطر. وفي نفس الوقت هي فرصه باش يعاود يتجدد يعني اعاده الاعمار على خاطرهم، لان كانوا كيعيشوا في واحد الظروف شويه مأساويه. الحمد لله الامور طيبه. ممكن تشوفوا كيفاش يتبنى هاد الغرفه، يعني هذا الهيكل، هذا الهيكل فيها الارضيه ديالو وغادي هذاك الباب، هذا الباب، هذا الباب، ومن بعد يتم تغطيته بهذا الباش اللي هو البلاستيك مانع للماء. بطبيعة الحال هذه وحدة جاهزة، هذه الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، هذه السادسة، السابعة في طور الجيس. تقريبا شحال السيد الصمد عندنا؟ 10 كيلو. السيد الصمد هو المهندس ديال هذا العمل المبارك، الله يتقبل منه، الله يجازيه بخير والاخوان كاملين. هذا في الحقيقة يعبر عن التضامن ديال الشعب المغربي، جزاهم الله خير كل المساهمين في هذا العمل المبارك. هذا الخيام ما بين القصب والبلاستيك هي حلول ممتازة جدا، يعني غتحل المشكل ديال المبيت في العراء بالنسبة له، وحتى حرمة النساء والأطفال اللي شفناهم يعني في الهواء الطلق. نسأل الله أن يتقبل من المحسنين وأن يرفع عنا البلاء وأن يلطف بهذه الأمة. هناك أيضا يعني مجموعة من الحلول الأخرى، خيام أخرى من نوع البلاستيك وحديد، خيام أخرى من الخشب. يعني الإخوان يحاولون مختلف بشتى الطرق أننا نرفعوا المعاناة ديال السكان. تقبل الله من الجميع والسلام عليكم.